رعاية الوالدين تصنع الفرق. هذه كانت رسالة معهد الدوحة الدولي للأسرة الذي عقد مؤخرا مؤتمرا يتحدث عن دور الوالدين التربوي في تنمية وتحقيق الرفاهية للأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نظم هذا المؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة حقيقة هذا المؤتمر بعنوان في غاية الأهمية، ويتكلم عن التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية، وهناك عدة محاور راح يتناولها هذا المؤتمر خلال فترة انعقاده، تتضمن بدور الوالدين في التربية والتحديات اللي تواجه الوالدين في تربية الطفل. تعتبر التربية الوالدية قضية بالغة الأهمية، حيث يعتبرها الأكاديميون وصانعو السياسات والممارسون من أهم العوامل تأثيرا على نمو الأطفال. فتربية الأمهات والآباء تساهم بشكل مباشر في تحسين المستوى التعليمي للطفل وتنمي ذكاءه وقدرته على الاستيعاب ليكون عنصرا فعالا في المجتمع. Well, it's a very mixed reality when we talk about children and education in this part of the world. On the one hand, there are a very important number of children across the region who are able to go to school, and we should really applaud the efforts that so many governments are making to invest in education for their children. Unfortunately, with all these investments, still today, there are millions of children throughout the region who are not benefiting from education. النزاع الأسري، التربية الوالدية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال ذوي السلوك العدائي وغيرها كانت أهم المحاور التي تطرقت لها جلسات هذا المؤتمر. تحقيق رفاهية الطفل أصبح مطلبا أمميا، فهم مستقبل الأرض وتطور المجتمعات الإنسانية، ولعل العلاقة الأسرية ودور الوالدين في عملية التربية والرعاية النفسية هي أولى الخطوات التي تحول دون ظهور مجتمعات ضعيفة أو مستضعفة. لكاميرا صباح النور، وهبة بوحلايس من الدوحة.